احنا تواجدنا في هذا المحفل لتكريم اخواننا او حرفائنا الفائزين في مسابقه فورتشونا جيم، وطبعا خمس اخوان فائزين معنا اليوم كرمناهم ان شاء الله. فورتشونا جيم هي مسابقتنا لكاس العالم، كما تعلمون اريد هي الراعي الرسمي لفيفا قطر 2022 كاس العالم، وكوننا ايضا الراعين الرسميين لهذه البطوله اعددنا الكثير من المفاجات الساره لحرفائنا، اعددنا كثير مسابقات من ضمنها الفورتشونا جيم اللي وزعنا منها خمس جوائز، اليوم متبقي سبع جوائز أخرى، خمس هي الجوائز الأساسية، ومن ثم الجائزتين الكبريين اللي هي نهائي كأس العالم وقبل النهائي مع تذاكر مع إقامة في فندق خمس نجوم، وكذلك مع بوكيت ماني نسميها مصروف يومي لإخواننا الفائزين. أعددنا أيضا كثير مسابقات السارة لحرفائنا عن طريق الشرائح الجديدة، عن طريق الريتشارج، عن طريق الديجيتال، عن طريق تطبيقات أريدو. خصصنا لكأس العالم لأنه يعتبر هذا أول كأس عالم تستضيفه الدول العربية، وهو يعتبر كأس العالم لكل العرب، وكون تونس الحبيبة من ضمن الدول التي تأهلت لكأس العالم حبينا أن يكون كأس العالم هذا فريد من نوعه. عدت أريد أعتقد أكبر الجوائز في تونس بالنسبة لحرفائها في كأس العالم، سابقة تاريخية من حيث العدد اللي احنا رصدناه لحرفائنا على جميع الأنشطة. إن شاء الله تونس ترفع راسنا وتمثلنا خير تمثيل، وتكون إن شاء الله تصعد إلى الأدوار المتقدمة. إن شاء الله يكون الحملة اللي أطلقناها على أيضا حملتنا هذه أطلقنا عليها تونس تشجع، أو تونس الكل تشجع إن شاء الله إيمانا منا بدورنا الفعال وتعزيز المواطنة التونسية وتشجيع المواطن التونسي. منتخب تونس والشعب التونسي مع بعض عنصرين متكاملين، تشجيع حار، حماس ما شاهدته في حياتي عند مشجعين زي ما شاهدته عند التوانسة، حبهم للكرة وحبهم للتشجيع. كل التوفيق لهم، وأريد دائما معاهم وتآزرهم، وأريد دائما وراء التونسيين وكل التونسيات وأيضا كذلك المنتخب الوطني. فكل التوفيق لكم جميعا إن شاء الله. في شيء؟ Okay.